انتي بقى بتحبي تلبسي ايه. هي دي الفكره. على فكره احنا مش لازم نلبس ترندي، احنا نعرف ايه ترندنج وناخد منه اللي يليق علينا وعلى ثقافتنا برضو، على يعني ممكن في حاجات كتير قوي ترند. والله انا عايزه اقول حاجه، انا بلبس اللي بيدفيني، يعني انا في الشتاء بجد انا البس اي حاجه بس تدفيني. يعني انتوا لما ندخل في الشتاء شويه كده هتشوفوا ان انا طبقات طبقات طبقات، لان الجو فعلا بيبقى برد. انا طيب. بلبس اللي بيحليني. لا انت يعني بقعد اقول ايه بيدفيني. هي ريهام هتلبس ده وتلبسه تلاقي ايه ده؟ طب والله يا جماعه ده طلع حلو قوي يعني. فوالله لا انا طبعا انا ام بيك فان ليكي بجد على الانستغرام يعني. سو ماتش. طيب قولي لي ايه تاني بقى، ده بنطلون جلد ولا ده ايه؟ بس الاول هنتكلم عن السوت. طبعا السوت باللون ده، يعني احنا بنحتار دايما، بيبقى عندنا انترفيو مثلا، عندك انترفيو شغل مش عارف تلبسي ايه، وده بيجي لي كتير قوي. مثلا عندك مناسبه ومش عارفه تلبسي ايه. السوت باللون ده اللي هو اللون البيج شويه او النيود ده هيرو بقى. تلبسي مع اخضر، بصي الاخضر حلو عليه ازاي. شنطه بقى الابيض اساسي احنا متفقين، بس مثلا ممكن تلبسي مع اخضر، ممكن فوشيا. تلبسي مع فوشيا، الوان زي ما انت عاوزه. تلبسي البنطلون لوحده، البليزر لوحده، مع جينز، مع سنيكرز او هيل، زي ما انت عاوزه، بتوديها في الحته اللي انت عايزه توديها. فمهم قوي يكون عندنا السوت بلون محايد عشان ما تحيرناش. طبعا لو في اوبشنز نجيب بقى فوشيا واخضر وازرق زي ما احنا عايزين. انت هتخربي بيوت الناس اللي احنا جبنا الاساسيات اهو. ده بقى الحاجات الاكسترا يا جماعه. يعني ايه لو معاكم وبعدين كل شهر، مش لازم على فكره، مش لازم الشهر كله. يعني انا والله بعمل كده، يعني كل شهر ببقى بقول ايه هجيب حاجتين هجيب ثلاث، حسب بقى لو حد عامل اوفرز برده. يعني اعتقد في محلات بتبقى برده عامله اوفرز، بيجز على الانستجرام بيبقوا عاملين اوفرز، فانتوا برده ايه اقعدوا تابعوا. وعايزه اقول لك ان احنا دايما بنفتش في اللي فات. يعني احنا الفاشن عامه ممكن ينسباير، يعني انت ممكن تانسباير الكولكشن بتاعك كله من زمن قديم. ايوه فكل قديم بيرجع تاني. احنا كنا بنقعد نقول مثلا يعني كل السبعينات رجعت، التسعينات رجعت، صح. حتى ايفن العشرينات الفساتين اللوز دي رجعت. يعني كل البافي ده مش زماننا خالص. يعني سعاد حسني بقى بس انا بموت فيه، انا بحبه. الاوفر سايز بليزرز ده نبيله عبيد بقى ايوه صح. يعني كنا على فكره احنا كنا بنشوف ونتفرج ايه ده وبكان لبسنا. فكل قديم بيرجع تاني. فما تفكريش ان انا لو اشتريت اند اوف سيزون بفلوس كويسه او بسعر كويس، هل يا ترى هيفضل مكمل موضه؟ مش هينفع نفضل مكملين موضه، لازم نلبس اللي بيليق علينا بالظبط. طيب ايه معنى ايه تاني في البنطلون؟ طبعا البنطلون الجلد الاسود اوكي باختلاف الفت. يعني عاده ده ستريت نازل أوكي. كله رجل واحده. في بقى دلوقتي طالع الجلد كمان وايد ليج ماشي على الموضه، مش شرط سكيني. عجبني انا الوايد ليج ده برضو. سكيني بتحسي ان انت كات؟ لا انا السكيني ماليش فيه قوي في الجلد. فالجلد الواسع طالع موضه جدا بالوانه. يعني بقى هتلاقي منه كل الالوان. في زيتي كمان، شفت زيتي واحمر ايوه شفت الوان كتير. بس انا برضو جبت لون اساسي اللي هو الاسود اللي هو المفروض يكون عندنا. اوكي طيب السكيرت بقى اللي هي البليسيه، الحاجات اللي هي في كانت مكمله لسه، كانت اللي هي القطيفه او الحاجات دي مكمله السيزون ده ولا لا خالص؟ بص هي مش ترندنج، مش ترند، بس لو عندك ايه المشكله حطي عليها الجاكيت الجلد الترندي والبسي مثلا معاها حاجه تانية. ما انا زي ما قلت لك هو السكيرت البليسيه ميزتها ان هي بتظبط شكل الجسم. فهي لو بتظبط شكل جسمي وانا عندي واحده هلبسها عادي. ايه المشكله؟ طب نلبس اصلا عندي واحده، انت دلوقتي جبتي لي بقى في سودا اوكي البسها على ايه؟ بس هي مش طويله، هي الميدي يعني في نص الرجل. ممكن تلبسيها على بوتس طويله، على فكره ده حلو قوي وترندي برده. ايوه ادينا افكار ان احنا بقى. نلبس بوتس طويله وعليها سكيرتس اوكي عادي جدا، بيبقى شكله حلو ومش اولد فاشن ولا حاجه. ولو محجبه على فكره ممكن تعمل كده. الشتاء كله كوتس وبنطلونات. انا ما بحبش البس بنطلونات اصلا في الشتاء. هتلاقيني بلبس الفساتين التريكو عليها الكيمونوز مع بوتس طويله وكلو من جوه اللي هو بيدفي ده. طبعا يعني برضو ومن فوق نلبس مثلا هاي كول او هاي نك بلوفر عليه جاكيت مثلا جلد قصير كده او الجينز. والله على فكره لطيف. البوتس اللي طالعه السنه دي كلها ملونه، هتلاقيه بينك. خدت بالي بس دي انا مش فاهماها يعني. مش قادره في اللي هي يعني الوان كمان فيرني بتلمع. فيرني شفتها فدي شيك قوي بيس على فكره. يعني ممكن تبقي لابسه اللوك كله عادي بيس واحده بتغير اللوك كله الستايل. خليكي في حته ثانيه. انا فاشونيستا حقيقي بس هي الجراءه.
هي انا عن نفسي ما اعرفش، عشان ما حدش بس برضه يقول لك ايه انت مش قلتي مش ما اعرفش، انا كنرمين دلوقتي لا ما اعرفش، مش متقبله انا ممكن اقدر البسها، بس ممكن لما الاقي يبقى فيه لوك زي ما تقولي حاجه كلها مثلا لابس حاجه كلها يعني ميه واحده او ستايل واحد، فدي تعمل طرقعه بس شويه. هنشوف برضو على حسب انت رايحه فين برضو. بالظبط. طيب ايه معنى ايه تاني؟ الدرس هنا بقى ده دريس زياده. اوكي انا جبته طويل قوي عشان يبقى مناسب للمحجبات كمان. ده قطن بس في منه صوف كمان. أوكي. اللون ده لطيف جدا وهينفع في حاجات كتير. ممكن اخد البلت؟ طبعا. عايزه اقول لكم بقى ان البلتس من الحاجات الترندنج السنه دي. يعني ان كل يعني في الفاشن شوز شفنا البلتس كتير قوي، فهي موجوده وفي حياتنا، بس هي ترندي قوي السنه دي ان احنا نلبس كل حاجه معاها بلت. بصي وبيدي شكل ازاي، بيغير شكل الاوتفيت كله. totally. وبيظبط لك بقى الوسط بدل ما تبقي فاهمه كده. طب سؤال، لو واحده مليانه شويه او يعني عندها بطن شويه بتلب الحزام برضو عادي؟ على فكره الحزام بيداري البطن. أوكي. بيلغوش، تحسي فيه لغوشه كده. بس اهم حاجه اختيار عرض الحزام، يعني ما ينفعش مثلا يبقى عندي بطن واختار حزام رفيع قوي. فانا فوكس ده قوي على يعني عارفه طلعت كده، فاهمه قصدي؟ فلازم يبقى الحزام اعرض ومش ماسك قوي، ويبقى اللبس عليا اوسع. يعني دايما لو انا حاسه ان انا كده اجيب لبس اوسع مني درجه. اوكي، بلاش الحزام عادي قوي وحطي الحزام عادي. لا وبصوا ده الدريس ده ما فيهوش اي حاجه، ساده خالص، ساده خالص، وهو الحزام فعلا مع اكسسوارز بقى جولد وكده. طبعا ما هو الحزام اكسسوارز والجزمه والشنطه كل الحاجات دي هي اللي بتدي شكل للاوتفيت بتاعي. خطير. فالحزام لا غنى عنه، انا بحبه ويعني ما استغناش عنه في حياتي. ماشي. الكوتس بقى عايزه اقول لك اللون ده شتوي ومن الالوان اللي طالعه ترندي قوي برضو. اوكي. كل درجات البنيات، يعني انا جايبه منه درجه ثانيه اللي هي الكامل بس. ف ده برضو طويل عشان لو انت محجبه او حاجه. وهو اصلا ويستد كده. اوكي. يعني انا كنت لابساه حتى عليه حتى بلت، فده بقى للمحجبه اللي هو وريني طوله كده. يعني المحجبه تلبس عادي، يعني حتى لو بنطلون مثلا ضيق شويه وتروحي لابسه عليه وزي ما انت بتقولي تحطي بلت هيبقى خطير. والطوال دول بيدوا طول. انا بالنسبه لي بحب البس يا الطول ده اوكي، يا اما مثلا يعني بعد الركبه حاجات بسيطه. ليه؟ ومع بوت وحاجه قصيره فوق الركبه بقى، يعني بحس ان هو بيخلي رجلي قد كده. فهماني؟ أيوه. بس لازم من قدام برضو ابقى عامله بالانس. اوكي. يا اما مثلا ابقى لابسه حاجه قصيره من قدام والبس اي طول بقى، المهم يبقى في حاجه مفتوحه بدل ما انا ابقى ايه كوت وجزمه. بالظبط. ايوه. ده ميزته ان هو كمان ايه في الحته بتاعه الوسط ده، فمدي شكل دراسه بيدفي. بس اللون ده حلو قوي قوي، اللي هو عارفه اللون ده لون الجسم ده يعني كل حاجه على فكره، كل حاجه في الحياه. يعني مش محتاجه تجيبي حاجه غيره. بغض النظر بقى الترندنج ومش ترندنج، ده اساسي ولونه موضه شفناه كتير قوي في الفاشن شو. تمام. السنه دي. طيب اخر حاجه بقى، اخر حاجه اللون ده، ده نفس ده بس اللون تاني صح؟ بس ده مش كوت، انا بس جايباه عشان اللون ده كيب. اوكي. بيس برضو، يعني عارفه بيس بدل لو انت زهقتي. بحس ان دول مش بيليقوا على اي حد. ده عشان هو عريض شويه. من فوق بيديكي فوليوم. فما يليقش طبعا على الناس اللي هم عراض من فوق. عايز حد مثلا من فوق ارفع من تحت اكبر مثلا. أوكي. اللي هو جسم الكمترا. بالظبط. بس انا اللون بقى والكيب نفسه لو انت زهقانه من الكوت مع بلوفر برضو، يعني عارفه بصي لو احنا مثلا عملنا كده، انا بعشق اللونين دول على بعض. يجننوا مثلا مع البنطلون. بصوا يا جماعه يعني كوننا طقم من اساسيات الدولاب، يعني ابيض واسود وكامل. بالظبط. يجننوا. ايفن برضو ابيض واسود اهم معايا مع التاني الكوت التاني مع مثلا الجاكيت الجينز. خطير، حلو قوي. يعني انت تقدري تكوني، ممكن اكونك مثلا 10 اطقم من الاساسيات. يعني يا جماعه بصوا الجاكيت الجينز ده هيتلبس صيف خريف شتاء، يعني في كل الفصول، لانه فعلا حلو يتلبس على اي حاجه. البيزكس الابيض دي زي ما انا بقول لا غنى عنها، الابيض والاسود طبعا. يعني بصي فورمال مثلا. فورمال. طب لو انا عايزه احول السوتس دي مش فورمال، يعني تبقى كاجوال، اخد البليزر البسه مع بنطلون مثلا اهو، هاتي بنطلون الجلد مثلا كده او جينز مثلا، او جينز احنا بقى يعني عشان لوك. طب ومن تحت مع سنيكرز، ومن تحت عادي ممكن نلبس الشميز الابيض بتاعنا ده مثلا. الله بصي
حلوه قوي مع سني. بصي اي حاجه، اي لو انت عايز تلبسي السوت دي كلها وتلبسي معاها سنيكرز وكروس باك خلاص بقت كاجوال شيك. بالظبط. فالسوت بس حطي وان بيس كاجوال خلاص، ممكن تاخدي البنطلون ده نفسه وتلبسي معاه الجاكيت الجينز اهو، لطيف جدا مع نفس التوب الابيض. أوكي. فدول مثلا هم كلهم على بعض 9 بيسز بالحزامه 10. لو عندك انت كونتي اطقم كتير قوي، محتاجه بس سنيكرز بيضه وهيلز لون اللي هو بيقولوا عليه اللحمي، اللي هو هيمشي مع اي حاجه يعني، مع بالزبط. اسود مع بينك مع فوشيا مع اي لون هيمشي عليه. طب قولي لي البنات بقى دلوقتي خلاص احنا في موسم بقى الجامعه والبتاع والناس وبتروح الجامعه وكده، البنات بقى المفروض هي نازله الجامعه الصبح، هو الطبيعي ان احنا انا على ايامي والله كان جينز ولما شعري وهو ده كان الجامعة على ايامي، بس دلوقتي بشوف بقى ناس لابسه حاجات غريبه جدا جدا، فايه الطبيعي او ايه المفروض البنت وهي رايحه الجامعه لا تبقى لابساه وتبقى شيك ولطيفه وجميله؟ بصي اهم حاجه تبقى في النص. لا انا رايحه بالبيجاما عشان بسمع ايه، لا ده انا بروح الجامعه بالبيجاما، لا ما بروحش الجامعه بالبيجاما ارجوكوا يا حلوين يا بنات يا امير، ما بروحش الجامعه بالبيجاما. ليه؟ عشان بضرب اي حاجه لاي حاجه، لا هو الجامعه دي احلى فتره في حياتك انجوي، بس في نفس الوقت ما روحش متكلفه زياده عن اللزوم، ما روحش بكعب، ما روحش فول ميك اب، ما روحش فول ميك اب، لا هو انا بالنسبه لي سان سكرين اهم حاجه في حياتك. صح. شويه تنت خفاف، لازم برضو تراعي سنك ان انت في سن، وبعدين عشان تحسي لو خارجه وحطيتي فول ميك اب ولبستي تحسي بفرق. ايوه بفرق. صح. بس في نفس الوقت برضو ما انزلش دعك عيني ونازله، مهم. بصوا الكونسيلر تنت بالزبط. ماسكرا بسيطه بس شكرا. لموا شعركوا براحتكوا يعني، بس يعني ما يبقاش فعلا زي ما تقولي. انا بشوف ناس يعني وانا مره رايحه مع الجامعه مع ابني رموش وايه ليه والميك اب وكروب توب، ما بروحش بكروب توب الجامعه، لا 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 ده مرفوض يا جماعه. حتى لو الجامعه قابله انا ما اعملش كده، عشان ده مكان المفروض اروح ادرس فيه واشوف حياتي ومستقبلي، فمش داعي خالص كروب توب. ممكن تي شيرتس، ممكن سويت شيرت على جينز، حاجات تخليها برضو واسعه، تعرفوا تقعدوا لو يعني في وقت ما بين المحاضرات تعرفوا تبقوا براحتكم، ما تبقوش شايلين هم حاجه تبان بتاع. فيعني انا شفت سكيرتس وكولون ورايحين نسهر. احنا رايحين احنا خارجين بخروجه بعد الظهر. ريهام انا كنت سعيده بيك، انا اصلا كده كده ما انا بقول لك انا من بيك فان ليكي، فانا متابعاكي وهنا هفضل اتابعك ويعني سعيده جدا جدا بوجودك معانا، وانا شخصيا افدتيني بالانترفيو ده. شكرا يا نرمين، انا بحبك قوي انت عارفه فيك.